مرسوما بإقالة خالد بن الوليد. شرفوا منا الزمان العربي، شرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي. يا صلاح الدين، باعوا النسخة الأولى من القرآن، باعوا الحزن في عيني علي. يا صلاح الدين، باعوك وباعونا جميعا في المزاد العلمي. شرقوا منا الطموح العربي، عزلوا خالد في أعقاب فتح الشام، سموه سفيرا في زناد يلبس القبعة السوداء، يستمتع بالسيجار والكافيار، يرغي بالفرنسية، يمشي بين شقراوات أوروبا كديك ورقي. أتراهم دجنوا هذا الأمير القرشي؟ هكذا تحصى البطولات لدينا يا بني. صرخوا من طارق معطفه الأندلسي، صرخوا منه النياشين، أقالوه من الجيش، أحالوه إلى محكمة الأمن، أدانوه بجرم النصر. هل جاء زمان صار فيه النصر محظورا علينا يا بني؟ ثم هل جاء زمان يقف السيف به متهما عند أبواب القضاء العسكري؟ ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد وآلاف الحمائم والنشيد الوطني؟ لم أعد أفهم شيئا يا بني، لم أعد أفهم شيئا. رهنوا الشمس لدى كل المرابين، وباعوا بالملاليم القمر، كسروا سيف عمر، شنقوا التاريخ من رجليه، باعوا الخيل والكوفية البيضاء، باعوا أنجم الليل وأوراق الشجر. ما أطيب الرضا وما أحسن المصطفى. يا صلاح الدين، هذا زمن الردة والمد الشعوبي القوي. أحرقوا بيت أبي بكر وألقوا القبض في الليل على آل النبي، فشريفات قريش سرنا يغسلن صحون الأجنبي. يا صلاح الدين، ماذا تنفع الكلمة في هذا الزمان الباطلي؟ ولماذا نكتب الشعر وقد نسي الله الكلام العربي؟